مشاهدينا نجدد التحية ونبدأ جولتنا بأخبار الكنيسة. وصل قداسة البابا الأنبا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقوسية ظهر اليوم إلى القاهرة بعد جولة رعوية إلى أوروبا شملت كلا من هولندا وإيطاليا والنمسا. لمزيدا من التفاصيل كاميرا ميسات كانت في استقبال قداسة البابا بمطار القاهرة الدولي. قداسة البابا زار في الرحلة دي ثلاث دول. زار الأول هولندا ودشن فيها خمس كنائس وزار الثمان كنائس بتوع إبرشيت هولندا وفرح جدا بالخدمة هناك ونشاط نيافة الأنبا أرساني. بعد كده حضر قداسة البابا مؤتمر كبير جدا لكهنة وأساقفة وخدام أوروبا، كانوا أكثر من 200 كاهن وخادم وأسقف، وكان مؤتمر مثمر جدا جدا في مكان رائع جدا. تمتع الخدام والأباء الكهنة والأباء الأساقفة بقداسة البابا وبخبراته، وتمت مناقشة كل أمور الخدمة في أوروبا. بعد كده قداسة البابا زار إبرشيت ميلانو وفرح بالنشاط وخدمته ومحبة نيافة الأنبا كيرولوس أسقف ميلانو ونائب البابوي لكل أوروبا. وكانت فرصة جميلة جدا لقداسة البابا أنه يتقابل مع نوعات مختلفة من فئات الشعب، شباب ثانوي قدام والخدام والخدمات وأولاد التربية الكنسية، واستمتع جدا بحضور وقوة الكنيسة القبطية بقوة شافها في ولادنا. قد ايه فرحتهم، فرحة قداسة البابا بحفظهم للألحان القبطية وفرح اتقانهم للقبطي، رغم انه ما بيتكلموش طبعا العربي، ما بيكتبوش عربي، بيتعلموا العربي بصعوبة عشان هم ناطقين بالإيطالية. وكانت فرصة لقداسة البابا أنه يحضر على هامش زيارته لبرشيت ميلانو لقاء دعية إليه من قبل سفارة إيطاليا هنا في مصر ووزارة الخارجية في إيطاليا بحضور وزير الخارجية في إيطاليا. ألقى كلمة قداسة البابا في مؤتمر حوار الأديان، كيف نحارب الإرهاب بالثقافة والفكر المنفتح وتجديد الفكر. واستمتع كل الحضور بكلمة قداسة البابا اللي كان أطلقه عليه أعظم شرف لمصر كلها، أنه مشرف مصر دايما. وزير الخارجية قال أننا مبهورين بشخصية قداسة البابا ومبهورين بعلمه وثقافته وانفتاح فكره ورؤيته لإزاي نحن نجدد الفكر الإنساني والحضاري. قداسة البابا بعد كده زار إبرشيت النمسا لفحوصات طبية وصلى قداس في مدينة جراتس ووضع حجر أساس كنيسة جديدة باسم العادة والأنبا موسى الأسود. وكانت فرصة طيبة جدا لشعب النمسا يتبارك بقداسة البابا، وهم يعني قداسة البابا بيحبوه لأن قداسة البابا كان بيزور النمسا مرات ومرات قبل اعتلاء السدة المرقوصية. وكانت من المصادفات العجيبة أنه كان آخر زيارته للنمسا قبل القرعة الهيكلية، وكان زيارة في شهر 9 والقرعة الهيكلية كان في شهر 11 2012، وربنا اختاره للمسؤولية دي. وبرضو بمصادفات العجيبة سنة 71 كان قداسة البابا شنودة الثالث الله يمنح نفسه كان برضو في زيارة النمسا قبل القرعة الهيكلية. فبيقولوا دايما ان النمسا صنعة البطارق، يعني هم محبين للفكاهة دي. نشكر الله، كانت رحلة موفقة جدا زي رحلات قداسة البابا كعادته، أنه دايما مشرف مصر ومقدم الكنيسة ورفع الكنيسة دايما. طبعا نقول لسيدنا الأول الحمد لله على السلامة ورحلة موفقة، وأنت أبو قداستك أبو كل المصريين والولادك في مصر والمهجر، ما بتنساش ولادك خارج مصر. وطبعا أكيد رحلة كلها بركة، لأن باركت شعبك في هولندا وفي إيطاليا في النمسا وافتقدتهم، وهم حبوك خالص وقبلوك بمحبة غير عادية، وقدست ودشنت كنايس ومذابح وأيقونات وفرحت شعبك، ودايما تفرح شعبك ويديم رياستك علينا. بعد رحلة رعوية إلى أوروبا استمرت أكثر من 15 يوم ضمت هولندا وإيطاليا والنمسا، عاد قداسة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني إلى أرض الوطن سالما والوفد المرافق له. بارك الله في خدمته وكرازته.
كانت معكم من داخل مطار القاهرة الدولي مريم براون ميسات. ومن أخبار الكنيسة